سؤال بيقول: هل الحسة مذكور في الكتاب المقدس وفي أي آية عدا صلاة الشكر؟ الحسد موجود في الكتاب المقدس في مواضع كثيرة، فمثلا يوسف الصديق حسده أخوته من أجل أحلامه يطبقها، ودي موجودة في سفر التكوين. والمسيح حسده الكتبة والفريسيون ورؤساء الشعب، يعني موجود، بس مش الحسد يعني ضربة عين، حسد يعني القلب يكون متغير.